بها كعمس من بعد نحمس اللي هي ام الملكه منحتب الاول، وبعد ام الحطب جت حتمس الاول اللي هو ابو حتشبسوت، يعني تعتبر جدتها مش امها، يعني دي بعيده عن دي، فممكن قصه احمس لفرتاري دي غلط. تمام؟ فهذا عندنا اللقبين، اللقب بتاعها موجود اللي هو ايه؟ احمس اللي هي احمس. تمام؟ المأذنة بتاعت جامع ابو الحجاج، جامع المأذنة الجنوبية. ناس كتير بتعتقد انها من عصر عباس حلمي الثاني. فهو اللي فصل في الموضوع ده الدكتور عبد الجواد الحجاج في صفحة 174 في الكتاب بتاعه. تمام؟ والصورة دي مهداة من الأستاذ فرانسيس أمين. تمام؟ تصوير الصورة دي من مصور اسمه روبرت ماري 1852 مؤرخ. فعندنا عباس حلمي الاول اللي هو حفيد محمد علي ثالث حكام الاسره العلويه اللي حكم من 1848 حتى 1854، حكم 6 سنوات. فخلال الفتره دي هو تم بناء هذه المأذنه، يعني قبل كمان ما يموت بسنتين هو حكم لغايه 1854، والصوره اتاخدت 1852. عباس حلمي الاول من 1881 لحد 1914 لما الانجليز عزلوه وجابوا السلطان حسين كامل. فده بعيده، فده اللي بيدلل ان المأذنه دي من عصر عباس حلمي. اللي خلى اللي وصل اللبس ده قاضي الزعمي. اللي عمل المشكله واللبس في الموضوع شهرة عباس حلمي الثاني عن عباس حلمي الأول، فكل اللي بيتكلم يقول لك المأذنة من عصر عباس حلمي الثاني. تمام؟ اللي جاب اللبس أكتر إن فعلا عباس حلمي الثاني ليه ترميمات في هذا المسجد في عصر عباس حلمي الثاني. طبعا الخديوي المشهور اللي عمل حاجات كتير اللي في عصره اللي هو خبيئة باب جاسوس اللي هي خبيئة المومياوات 256 تابوت في عصر عباس حلمي الثاني، المتحف المصري، الأعمال اللي اهتمت في خزان أسوان، دوره الوطني اللي هو ضد الإنجليز وكان عايزين يخلوه يجي معاهم في الحرب العالمية الأولى ولكن رفض، وبعدين عزلوه جابه للسلطان حسين كامل. فهو شهرة عباس حلمي الثاني اللي خلت الموضوع يزيد لبسا، ويقوم يقول لك عباس حلمي الثاني عباس حلمي الثاني، لدرجة إن في ناس ما تعتقد ما فيش حد اسمه عباس حلمي الاول، مش مشهور يعني فتره الحكم القصيره اللي حكمها، ولكن هو في حقيقه الامر هو اللي عمل المأذنه بتاعت جامع ابو الحجاج سنه 1000. الصوره متاخده من بواسطه روبرت ماري 1852، والمعلومه موجوده في كتاب الدكتور عبد الجواد الحجاج. البوست ده نزلته على الفيس، فهو ده المشكله بتحل معضله مع المرشد اللي هو بيدخل مثلا ايه معظم المقابر مفتوحه في وادي الملوك رعمسة. فعندنا المشكله في ايه؟ فترات الحكم اللي حكموها. فهي دي الصوره دي هتسهل لنا موضوع فتره السنين اللي حكمها كل ملك. فعندنا طبعا احنا 11 رمسيس في التاريخ، رمسيس 8 لم يحصل له على مقبره. تمام؟ اللي هو حكم تقريبا اقل من سنتين، وفي اراء كتير تذهب ان هو ممكن يكون ست حرخيمش افلا في معبد ابو موجود رعمسيس وفي خرطوش، دليل انه حكم. والبرتو سوليتي الكتاب بتاع اللي هو بتاع الغرب ذاكر بين قوسين، فانا اتكلم عن ست حرخيمش افلا وادي الملكات حاطط بين قوسين ان ممكن هو يكون رمسيس 8، ورمسيس 8 لم يحصل له على مقبره حتى الان. فعندنا القصه بتاعت رمسيس من رمسيس الاول حتى رمسيس ال 11 بالترتيب. رمسيس الاول حكم سنتين، رمسيس الثاني حكم 66 سنه، الثالث حكم 31 سنه، رمسيس الرابع 6 سنوات، الخامس 4 سنوات، السادس 8 سنوات، السابع 7 سنوات، الثامن حكم بضعه اشهر، يعني ما كملش كمان سنه في بعض الاراء، ولم يحصل له على مقبره حتى الان في وادي الملوك. التاسع حكم 18 سنة، فترة كبيرة، اللي حصل في عصره الإضراب الثاني بتاع عمال دير المدينة. رمسيس العاشر 10 سنين، ال 11 28 سنة. اللي هو كمان جزء من الفترات الأخيرة من حكمه، لما سمندس شاركه في الحكم وجاء حارقون قال تعالى اقعد هنا واقعد ساكت، أنا اللي هدير شغل البلاد، هو لحد ما مات رمسيس ال 11. فعندنا السابع سهل، السابع والعاشر
سبعة بعد ما عشر سبع سنين، العاشر عشر سنين، الثالث ده معروف سبعة سبعة وستين سنة أو ستة وستين، الثالث 31 سنة. المشكلة في مين؟ رمسيس التاسع اللي هو مش معروف كويس، كان فترة حكمه 18 سنة مع إن في أوت لاينز في المقبرة بتاعته ما كملتش اللي هي من بره. في عندنا الرابع مع إنه ملك عظيم، حكم ست سنين فترة حكم بسيطة لكن عمل إنجازات كتير، ليه نقوش كتير في معبد خونسو وفي معبد الكرنك وفي معبد الدكتور الريجستر اللي تحت بتاع عيد الأوبن، وعمل حاجات كتير ومقبرته نفسها هي مقبرة مهمة، المقبرة رقم 2. فعندنا المشكلة بتاع المجموعة بتاعين الرعامسة دول سنوات حكمهم موجودة على الفيسبوك، نزلها بالترتيب وسنوات الحكم بتاعهم والريفرنس بتاعي اللي هو السيبيال مابينج بروجكت اللي هو بتاع موجودة فيه المعلومات دي وبدقة كمان. بعد كده هنتكلم عن انت بعد ما خلصت صارت الأعمدة الكبرى وطالع من الباب الصغير ده الشركة وداخل على عايز تروح البحيرة هتعدي، فانت كده بايدك تروح مشاور على هو الفنانة بتاع الخبيئة، الفنانة بتاع الخبيئة بتاع 1903 حتى 1907 لجران اللي هو 17000 تمثال من البرونز وحوالي 700 قطعة وبلوك من الحجر اللي هو القصة بتاعت البركات بتاعت المقصورة البيضة والتمثال بتاع الهدهد الثالث المشهور في متحف لوكسور ومعظم التماثيل الموجودة في متحف البريتش ميوزيوم والبلوك ميوزيوم وهكذا. المشكلة ان ايه كل مرشد مثلا يروح مشاور على شوية التماثيل السبعة دول يقول لك ايه حتشب سود حتشب سود دول سبع تماثيل. التمثالين دول اللي هم في الوضع الوزيري مؤكدين لحتشبسوت وعليهم لقب، جزء من لقب اللي هو رمسيس الثاني وفي رمسيس الرابع برضو شفت لقب رمسيس الرابع في بيت من البيز دي تمام، عشان حلينا المعضله بتاعت التمثيلين الوزيريين دول. الاثنين دول الواقفين تعيد تحتمس الثالث مؤكد وعليهم القاب رمسيس الثاني موجود حاليا اعاده توظيف الاثر مش اختصار الاثر مش بنقول اختصار الاثر هم إعادة توظيف للأثر تمام؟ التماثيل الثلاثة دول الباقيين الاثنين دول بالظبط دولة وسطى. ليه؟ ملامح الفن والنحت اللي فيهم اللي هو بتدي ملامح الدولة الوسطى ده مؤكد. ما عليهمش نقوش وعليهم ملامح الدولة الوسطى. اللي جنبهم ده عاخي برورع، لو أنت جربت من التمثال الغربي أقصى الغرب هتلقى عاخي برورع أبو حطب الثاني. ابن تحتمس الثاني. فعندنا مشكلة السبع تماثيل دول اللي هما بنتكلم عنهم حتشبسوت وتحتمس دول اثنين لحتشبسوت واثنين لتحتمس الثالث وعندنا الاثنين في النص اللي هما لو انت جربت اقرب زيارة ليكم ان شاء الله ربنا يكرمكم الشغل اقرب زيارة تبص على التماثيل فيها ملامح الفن الدولة الوسطى هما اثنين تماثيل وربما من الدولة الوسطى ملامح الفن. موضوع انا سالت عن هذه التماثيل تم العثور عليها في الخبيئه قال لك المعلومه غلط التماثيل دي موجوده من قبل الخبيئه مش موجوده في الخبيئه وادي الدليل. موضوع الخبيئه خدت رايين راي من حد الماني متخصص بيتكلم هو مش متخصص يعني في الكرنك بيتكلم عن لان الراي الثاني هو الاقوى ليه عشان هم الجماعه نفسهم اللي شغالين الجماعه الفرنسويين. الرأي قال لك أقصى نقطة وصل لها في الحفر هذه الخبيئة 9 متر 15 متر 9 الألمان قال لي 9 الفرنسويين وصلوا ل 15 متر يعني أقصى حاجة وصلوا لها تحت والخبيئة من 1903 حتى 1907 والكم الكبير بتاع الخبيئة. الجديد بقى المحاضرة اللي حضرتها للجماعة الفرنسويين كانت بالإنجليزي عشان مش فرنساوي عشان محدش يقول أنت فهمتها إزاي. الخبيئة اللي اتولدت فيها هذه التماثيل كانت مشكله ده زمان بيقول لك ايه الخبيئه بتاعت الكرنك علشان الفرس الغزو الفارسي لما دخل مصر فجابوا التماثيل دي كلها وراحوا ايه رادمين عليها. المعلومه دي غلط. الدليل الجماعه الفرنسيين لما شرحوا التماثيل وتاريخ هذه التماثيل المعصور عليها في هذه الخبيئه لقوا تماثيل احدث تاريخيا هي اللي تحت وتماثيل اقدم تاريخيا هي اللي فوق. يعني هم اثناء الحفر نفسه والعصور حتى الخبيئه دي سميت اللي هي صيد التماثيل علشان الميه بتبرك فيها فهو وصفت الحاله اللي بتطلع منها التماثيل صيد التماثيل تمام؟ فموضوع التماثيل الاقدم
تاريخيا اللي هي موجوده فوق، وفي تماثيل من العصر البطلمي. طبعا مشكله كمان في تماثيل عصر عليها من العصر البطلمي. طب ايه البطلمي والفارسي؟ الفارسي نص 27 نص 29 البطالمه بعد الاسكندر الاكبر. فدي فهم الجماعه الفرنسويين برهنوا ان هي الخليقه دي. طبعا هم بيطلعوا كل حاجه بالتقارير بتاعتهم، فعارفين ايه التماثيل اللي طلعت الاول والتماثيل اللي طلعت بعدين في التقارير بتاعتها في اثناء الحفايه. فموجوده ان موضوع التماثيل المعصور عليها اقدم تاريخيا هي اللي موجوده فوق ومنها تحت. فالحل وتفسير لوجود الخليه ليس سببه غزو فارسي ولا ناس بتهدم، ان الكم الكبير ده مش معمول في مره واحده واتحط 17,000 انتساب من البرونز و700 بلوك من. فهو بيحصل ايه؟ مكان الحرم بتاع المعبد تاريخيا اثار المعبد اللي معروف لدينا حتى الان عمود انت في الثاني اللي هو جبل سوسيرت. طبعا سوسيرت اقدم حاجه في المعبد. في عندنا عمود انت موجود في معبد في متحف لوكسور، وعندنا المقبره بتاعته في الطارق فيها نقش منظر للحديقه بتاعته والمرسى بتاع الكرنك اللي كان موجود مبنى في هذا المكان عصر انت في الثاني اوائل الاسره 11. فعندنا قصه انتف الثاني اقدم، برضه في اراء بتشير ان اقدم الناس اللي بنوا في الكرنك ربما يكون زوسر، علشان قائمه الملوك بادئه بزوسر اللي هي بتاعت سبت الكرنك اللي هم 58 اسم موجودين في اللوف اللي كان مكانها قبل افنوه. فالمشكله كمان في ناس بتقول لك تعرف الكرنك مع عصور ما قبل التاريخ، تمام؟ فدي اراء، لكن الراي المؤكد علميا حاليا ان هو عمود انتف الثاني اوائل الاسره 11 بعد كده سونسيرت الاول. فعندنا بلوكات من عصر سونسيرت الاول موجوده، تمام؟ وحاجات كتير من البلوكات اللي موجوده من تمثال حقوس الثالث اللي هو موجود في متحف حقوس الثالث موجود في الخليه. فاللي فسر الكلام ده ان حرم المعبد محدد مثلا بتحصل زحمه في التماثيل او التماثيل التي يؤدى عليها الطقوس والصلوات. يحصل زحمه فالكهنه بيعملوا ايه؟ بيحفروا ويردموا على هذه التماثيل تجنبا للزحمه بتاعت التماثيل في المكان. فمنها تماثيل تكون قيمه بيعمل عليه عمليه اعاده توظيف للاثر، زي عمنا رمسيس الثاني لما كان عمل اعاده توظيف الاثر لتماثيل ابو الفضل الثالث، يسجل اسمه بيعيد النقش عليها باسمه والقابه. فهي دي المعضله، يعني بحل الخبيئه. ايه قصه الخبيئه؟ ملهاش دعوه بالغزو الفارسي ولا ليها دعوه باي حاجه، هي القصه بتاعت ان بيحصل زحمه. الكلام ده كلام الجماعه الفرنسيين في المحاضره بتاعتهم. فبيحصل زحمه في المكان فهو بيجمع التماثيل كل فتره وبيقدم، عشان كده مستويات مختلفه. ما حضرتش انها 15 متر وما حفرش الاماكن دي مره واحده، او ربما يكون في المشكله او الطابق بتاع النيل برضه طالع لان مستوى المعبد زي زمان وهكذا. فهي دي مشكله الخبيئه. فعرفنا التماثيل السبعه النيل، اثنين حتشبسوت واثنين التحتمس واثنين دوله وسطى والاخير من الغرب خالص اللي هو عاخي برورع ابو الحطب الثالث. هتروح دير المدينه في المقصوره اللي هي على اليمين الشماليه المنظر ده. فيجي الجست يسالك مين دي؟ تروح جاي له حتحور. دايما بقره حتحور. فهي في حقيقه الامر خلال النص الموجود تام يحيط ورد. دي ربة الفيضان العظيم على اسمها كده اللي هي البقرة. ليها دور مع المتوفى، هي اللي بتحمله اللي بتشيل الشمس راع لا راع بيطلع العالم اخر من بين البرنين بتوعها. تمام؟ منظرها المشهور انت تروح متحف لوكسور اللي هي احدى القطع المهمة في مقبرة توت عنخ آمون اللي هي الحيت ورد. طبعا الحيت ورد اللي هي ربة الفيضان ملهاش علاقة بحتحور ولا هي صورة من صور حتحور والكلام ده، فهي ربة وحدها اللي هي البقرة طابع حيف ورد. طبعا العينين دول بالمازور وليها مقالة مكتوبة على موضوع اللون الأسود في الرقبة واللون الذهبي والشمس لون أشعة الشمس وليها قصص كتير. فهو ده المنظر اللي هي في المقصورة الثالثة على يدك الشمال. المقصورة الثالثة من الناحية الشمالية، لكن أنت داخل المقصورة على يدك الشمال هتلقاها بعد الإله آمون رع في دير المدينة، معبد دير المدينة. تمام؟ ننتقل لحاجة تانية. الشكل ده اللي هو الصارع مرشدين كتير يقول لك بطة. للأسف دي مش بطة، دي أوزة. مش بطة خالص، ده نوع من أنواع الوز ملهاش علاقة بالأوزة بتاعة آمون. أوزة آمون ده حاجة تانية. الدليل إنها أوزة دليل،
بسيط. لما تروح مقبرة رعموزة الأوزة اللي تحت الكرسي في المنظر اللي هو الجدار الجنوبي والجدار الشمالي، بص تحت الكرسي تلقى الأوزة مدمرة. لو كانت بطة كان بالرغم إن ملهاش دعوة بأمون، لكن أخناتون وأتباع أخناتون في مقبرة رعموزة دمروها. في معبد الأقصر في الكولونيل بتاع أبو قطب الثالث على تاني عمود على ايدك انت وداخل على اليمين يعني بعد التمثاليه كده ركز برضو تلقى لقب الصارع مدمر فيه في اوزه برضو اتباع اخناتون. فهي دي اوزه مش بطه، لما نتكلم على لقب الصارع دي اوزه مش بطه. بالنسبه لاسم الاقصر والقمر، احد اسماء الاقصر والقمر اللي هو في طا ابن سود، طا ابن سود، وفي عندنا لا مش طه، هي ابت سود وابت بسيت. كلمة ابت اللي قدامنا ده اسم معبد الأقصر، ابت بسيت معناه المقصورة الجنوبية، تمام؟ ماليش دعوة بيت الحريم بتاع الرأي بتاع الرأي الفرنساوي ده اللي هو ترجم غلط لحد دلوقتي في المرشدين يقول لك إلى أمون يذهب إلى معبد الأقصر لزيارة زوجته وموت، غلط، تمام؟ فعندنا ابت ريسيت اللي هو الترجمه الحرفيه اللي هو المقصوره الجنوبيه، تمام؟ اما ابت سود اللي هو الكرنك مكان العروش، النطقين صح، ابت دي ابت ودي ابت، لكن المخصص بغير المعنى. فمرشدين عرفوا معبد الأقصر المقصوره الجنوبيه وهم ترجمين ابت سود على اساس ان هو ايه المقصوره الشماليه، البيت الجنوبي البيت القبلي والبيت البحري، البيت الجنوبي والبيت الشمالي بتاعهم، الكلام ده غلط. الصح بقى ابت ريسيت مقصوره جنوبيه صح، دي تترجم على إيه؟ مقصوره عشان المخصص اللي هنا اللي هو الجوسق بتاع الاله ده او المقصوره بتاعت الاله اللي هو بيكون فيها في القدس الاقداس نفسه يعني. دي معناه المقصوره الجنوبيه. اما كلمه ابت لوحدها في اللغه من غير المخصص بتاع المقصوره بمعنى يعد يحسب، بيعد بيحسب، تمام؟ وده يضيف عليها سود اللي هي العروش مكان العروش او العروش الكثير المحصى العديد من العروش. ليه؟ لان معبد الكرنك نفسها فيه الاله الرئيسي للبلاد امون را، في عندنا معبد الاله موت، في معبد الخنسو، في معبد البتاع، في معبد المنتو، في معابد فيما بعد، في معبد الاله امون كاموت اف الاله مين نفسه، في معابد اكثر من 11 12 معبد. لو انت وقفت اللوحه اللي هي في البناء المفتوح جنب الرم هتلقى معابد كتير باسماء رمسيس الثالث، له معابد لوحده، الاله وزير، في مقاصير وزيريه، مقصوره وزير حصاء جت، مقام الكرنك مليان. فهو ايه الترجمه لمعبد الكرنك اللي هو الابت سود لكن وليس البيت الشمالي. فالكلمه ابت هنا ابت وهنا ابت، اللي بيغير المعنى اللي هو المخصص بتاع الكلمه، تمام؟ هذه كلمه ابت سود ما فيهاش العلامه بتاعت المقصوره. فعندنا ده الكرنك وهو رمز المدينه، ده المكان يعني ده اللي هو المخصص بتاع الكلمه نفسها. هنتكلم عن الاله امون كاموت اف، الاله كاموت اف اللي هو اله القبوله عند مصر القديم، والقصه المختلقه اللي هو في احدى الايام كان في حرب فالرجال كلهم مشيوا ففضل واحد في المدينه، وبعد كده رجعوا الجنود لقوا في ستات حوامل واولاد كتير والكلام ده، وبعدين قطعوا دراعه من خلاف رجله ودراع، وعشان كده هو باين وظاهر لينا في المنظر بتاعه. المعلومه دي قالها الدكتور عبد السلام في 2007 في المعهد، هو حد يقول المعلومه دي وما تخرفش فعندنا ايه الحته بتاعه الدلائل، هو من الدلائل اللي قالها الدكتور عبد السلام في معبد ابو سمبل نفسه، دليل بياكد ان الاله امون كاموت اف له 2 دراع موجود اللي هو ده، مش عارف انا ايه هو اللي هي على يسار الدم. انت بص على التماثيل الاربعه، فانت لو شفت الاله امون كاموت اف ايده باينه ظاهره، هو في المناظر بيحطها في الجباب او العباءه بتاعته، لكن هنا باينه ان هو ايده برضه ايه ماشيه، خط دراعه موجود، فهو ده اهميه. له تمثال برضه في بروكلين، تمثال في المتحف البريطاني،
في تماثيل كتير في بروكلين وبرلين متحف برلين. فعندنا القصه ان بتاع امون اللي لا امون كان متحف، في الصور موجوده طبعا على الفيسبوك انا مش هعرضها هنا. فعندنا الاله امون كموت اف، موضوع ان هو تم قطع الذراع ورجل اليمين، الكلام ده غلط، والدليل ادي موضوع ان القصه بتاعت ان الذراعين واليدين موجودين في المنظر اللي قدامنا ده، وفي ابو سمبل اهو في المتحف البريطاني في برلين في فيلادلفيا وهكذا. هذه المنظر بتاع بروكلين وهكذا. في القصة بتاعت اكتشاف الموميا بتاعت هتشبسوت برضو، قصة الدكتور زاهي حواس. الدكتور زاهي حواس احنا رجل عالم فاضل، الدكتور زاهي حواس اخواننا من اهم الناس، يعني لو زاهي حواس ما عملش حاجة يعني النقد اي حد معارض للنقد طبعا. الدكتور زاهي حواس عمل اهم حاجة بترد على الكلام اللي بيتقال ان الهرم ميدا ميدا. موضوع ان الهرم تم بناءه بواسطه اللي هم قاره اطلانتس ودول بتاعين فضاء وبتاعين الكلام ده. سنه 1993 البعثه اللي طبعا هو في واحد اجنبي لكن زاهي حواس هو رئيس البعثه طبعا والمشرف. فهو زاهي حواس نفسه يرجع له الفضل في اكتشاف اكبر دليل اللي هي مقابر العمال في الهرم. تمام؟ الاكتشاف ده من خلال الحفاير اللي هو لقيوا عظم السمك في الحفاير، الناس اللي كانت بتاكل سمك، ناس ادميين عاديين، ناس متوسط الاصابات اللي كانت فيهم الكسور، دليل ان هو ده شغل الهرم ده شغل بني ادمين. دليل تاني بيرد على ان المعبد الهرم ما بناش بالصخره، الناس اللي كانت بتصرف لها وجبات، الحاله الصحيه، موضوع التحليل في الانثروبولوجي، موضوع العظم بتاعهم لما تحلل كميه الكالسيوم اللي فيه والكلام ده انهم كانوا بيتغذوا صح وبيتغذوا كويس، فده دليل ترد عليه. موضوع كشف الدكتور زاهي حواس اللي هي مدينه العمال في الهرم بيرد على الردين، ان دول بني ادمين مصريين هم اللي بنوا الهرم. رقم اثنين من خلال التحليل بتاع الاعدام بتاعتهم متغذين كويس، كانوا بيتعاملوا كويس، فالموضوع ما كانش سخره. انت الزبط رد بالظبط، فهو ده علميا احنا بنرد علميا. الانثروبولوجي ده من العلوم المساعده في علم الاثار مهم، فعندنا علم الاثار بيتطور. فموضوع زاهي حواس دكتور زاهي حواس ده كفايه الكشف ده اللي عمله يخلد له على مدار. نختلف نتفق مع الدكتور زاهي حواس اتس اوكي، لكن علميا هنختلف مع الدكتور زاهي حواس حالا. احنا الراجل اوفيناه الشكر. الموميا بتاعت حتشبسوت انا شفتها على الفيسبوك، هي مش موميا حتشبسوت طبعا، لكن القصه وما فيها الدكتور زاهي سلام يحكيها لنا بعدين برضه في تفصيل اكتر، وهي باختصار القصه وما فيها ان الموميا دي اصلا مش بتاعت حتشبسوت، والفيلم اللي كان معمول في فيزيتور سنتر الحمد لله مش بيشتغل الايام دي، ويحكي القصه وقصه ان هو نزل والشغل بيعمله على ديسكفري وناشونال جيوغرافيك والكلام ده. المهم القصه وما فيها هو الدكتور زاهي حواس موضوع اكتشاف الموميا اللي كان مؤرق الناس كلها، حتشبسوت لم يحصل لها على موميا حتى الان، ولكن هو شك في المومياوات كانت مجذوبه من مقبره رقم 60 في وادي الملوك وموجوده في المخزن بتاع المتحف المصري. ففي موميا اللي هم الاناث دول، فشك في موميا واخده الوضع المزيري ده، فقال لك دي ملكيه. فعندهم برضه في المتحف المصري بالمخزن صندوق احشاء مكتوب عليه ايه؟ ماعد كراع. ماعد كراع دي احدى الزوجات، وهي بنات اللي هي تبع اسره حاج حور وبي عنخي والجماعه دول في اسره 21 اللي هو اواخر عصر اللي هو بيقول داخل عصر الانتقال الثالث بعد ممات رمسيس 11. فاللي همنا الجماعه دول عمل القصه بتاعت ان هي دي حتشبسوت. ايه الدليل؟ في داخل احدى الاوائل الكروبيه او في صندوق الاحشاء درس العجل موجود. عمل سكان على احدى المومياوات اللي شك فيها في واحده من المومياوات، الدرس بتاعها مفقود. عمل التحاليل على الموميا وعلى الدرس ايجابيه، الاثنين متفقين ده 100% هتتفق علميا، الراجل بيتكلم علميا صح.
لكن المشكلة اللي هي مش علمية ان الصندوق نفسه اللي مكتوب عليه معهد كراع دي مش حتشمسون، معهد كراع بواحدة تانية في العصر بتاع العصر الانتقال التالي، فعندنا اللي هي القصة هي التحاليل والطبية كله تمام 10/10 وما فيش غلطة، لكن القصة بتاعت الدرس مع الدي ان ايه مع الموميا نفسها هو ده صح، لكن الصندوق نفسه اللي هو مش بتاع حاج يوسف. فانا عايز اجيب المنظر اللي هو الشهير اللي في معبد لوكسور اللي بيدلل على الكلام اللي هو فيه اللقب بتاع ماعد كراع اللي هو ورا التمثال اللي على ايدك الشمال انت وداخل اللي هو المنظر ده، فده اللقب بتاع ماعد كراع وابدا الالقاب بتاعتنا اهو، ادي ماعد كراع دي بنت بيعنكي او اخت بيعنكي من الاسره 21 في عصر الانتقال الثالث، وليس ماعد كراع اللي هي بتاعت الاسره 18 مش حتشبسوت خالص في القصه وما فيها مختلط تمام؟ اهو اللقب بتاعها ده ماعد كراع. هنخش على موضوع تاني. معلش اتفضل. انت عندك اي صور للصندوق؟ ها؟ عندك اي صور للصندوق؟ انا دورت على الفيس ما لقيتش فيها. انا عندي صوره للصندوق وعلى فكره فيها اسماء وارقام حتشبسوت. انا بسالك ما زال حواس تماما بس الصندوق بتاع حتشبسوت فعلا. في موضوع حاجه شفت الصندوق؟ نعم شفت الصندوق نفسه. لا عندي الصوره الصندوق عليه خرطوش مش اسود احمر. ايوه خرطوش بعد كده تمام. ده احنا هنتناقش ان شاء الله الموضوع ده موضوع الخراطيش الفضيه. الخراطيش الفضيه ده في حاليا ثلاث اراء. الراي اللي جانا الدكتور علي عمر طبعا نار على العلام في البطلمي سوى الخراطيش الفاضيه بيقول لك في فترات الصراع وهو ده فعلا اصح الاراء فيهم ان شاء الله. في فترات الصراع بين البطالمه صراحهم على الحكم طبعا كانوا دايما بيجادلوا بعض والكلام ده فمش كلهم طبعا في خراطيش